أعياد مجيدة لكل الأصدقاء المشاهدين اللي عم بيتابعونا من لبنان وخارج لبنان. إن شاء الله بينعاد بالخير على الجميع. قد إيه حلوة هالفترة وكأنه بورشة فرح، بننسى كل همومنا اليومية. صبحية جديدة بتشاركها أنا وجوزيف، صباح الخير. بونجور نانسي، بونجور كمان لكل المشاهدين، وإليك كمان وكمان لكل المشاهدين. بتعرفي هيدي الفترة يمكن أصعب فترة بعد العيد أو بين العيدين، لأنه بنكون بعدنا عم ننسق بين العيد اللي قطع والعيد اللي جاي. كمان كثير اشخاص بيسالون كيفكم بعد العيد؟ انه بعدنا بالعيد، نحن مكفيين بنبقى لسيس جانفي، يعني لبعد عيد الغطاس بنحس حالنا بعدنا معيدين، وبعد شوي بنمددها لفالنتان وبنرجع بنمددها لباك. على طول هيك بلبنان بحس انه عيد بسلم عيد، يعني بنريح شوي بنرجع كانه نحن بدنا نضلنا عم نفرح حالنا، كانه نحن بدنا نضلنا لاهين حالنا، يمكن حقنا مشروع بدنا نضلنا لاهين حالنا عن المشاكل الكثيره بالبلد اللي ما عم تخلص وهي متتاليه، وما عملنا هيك بعتقد كنا شعب بنفقع يعني بالارض. مزبوط، ودائما بنلاقي حجه تنكون مجموعين تنكون مبسوطين وعم نتشارك دائما الفرحه، ونحن بالبروجرام دائما بنحب كمان نتشارك الفرحه. فبعد العيد مكمل مثل ما قلتي، هالجمعه كمان مليئه بالهدايا ومليئه بالمعايدات وكمان المواضيع اللي خاصه بهيدا الزمن، ان كان من اعياد راس السنه او اعياد الميلاديه. كيف كان الميلاد؟ كيف قضيته؟ منيح منيح، يعني دائما في عالم بعد الميلاد بتقول لك حاسس حالي مذنب انه اكلت كثير، او يي في عالم ما جبت لها بعد كادويات لازم جيب لها كادويات. يعني ما لازم بس نكون الميلاد هي القطعه او المرحله اللي لازم نحن نكون ماشيين عليها، فينا نبلش ساعات اللي بدنا وفينا نعمل. بتعرف جوزيف بموضوع الدايت تحديدا، لانه هيدا الموضوع هو بياثر على كثير من العالم وبصير عندهم هاجز. انا بعتبر اللي بده يروح لفتره الاعياد ما لازم نحكي عن دايت، يعني خلينا نستمتع بكل اللحظات، في عنا كل السنه لنقدر نعمل فيها دايت ونضل نعمل كنترول على حالنا. يعني لا يجوز بموضوع الدايت نحكي فيه بالعيد، واللي بيكون مسافر ايضا كمان فاكيشن كمان ما لازم يحكي بدايت، انه انت رايح لتتسلى لتدوق اكلات بلد ثاني لتنبسط لتترك ميموريز وتجمع هيدي الذكريات. فهول الموضوع بهالتحديد بالاعياد والسفر ما لازم واحد كثير يعني يشغل باله بموضوع دايما بنشوف انه بالاعياد بالتحديد، لانه في الحلو وفي الشوكولا وفي البيوش وفي 100,000 شغله، بنلاقي انه كل العالم عتلانه هم وبتقول لك انا اول السنه بدي بلش الجيم وخلص بدي احط راسي هالسنه انه عن جد بلش، وبنوصل اول السنه وبنروح على الجيم وبنلاقي انه لا كثير عندي شغل، او بتطلع غير عالم قد ايه صار لهم بالجيم وقد ايه عم يشتغلوا على حالهم وانا بعدني مبلش. فنصيحه للكل، قسموا الاهداف تبعكم، خلي الحلم كبير، خلينا نحلم انه ايه جسمنا يكون حلو ونوصل على هيلثي لايف ستايل، بس نقسم، يعني نقول نحن بدنا نشترك شهر نتابع شهر بالجيم، او انا هالجمعه عن جد بدي انزل مزبوط على الجيم، نقسمهم اصغر واصغر، او هالنهار عن جد بدي اعمل بس ورك اوت لا اضعف او لا احرق هالقد كالوريز. وكل ما نصغر الاهداف كل ما بنلاقي انه بنحققهم بطريقه احسن، وكل ما نحقق اهداف اكثر كل ما نتحمس اكثر تنوصل للهدف الكبير. فنصغر اهدافنا ولكن نخلي الحلم او الهدف الاساسي كبير، اكيد، ونجرب نحصل عليهم او نوصل لهم شوي شوي، ما نضغط حالنا كثير لانه من الاستراتيجيه. يعني اذا اعتمدت كثير ناجحه، يعني انت بتعطي مثل ما قلت فعالي، بتعطي سيلف موتيفيشن لحالك انه والله انا لقيت يمكن ضعفت كيلو أو نص كيلو، برجع بتشجع أنا جدد لشهر جديد وهيك، وبتمشي السكة. يعني إحنا وقت ما نكبر القصص براسنا بنتوهم فيها، ولكن هي بالمقابل هي كتير بسيطة إذا قدرنا ننسق وضعنا ونرجلش أمورنا مثل ما بيقولوا. ننسي ما هو بحيلا شغلة، اعتبري مثلا خبرية للجمعة عم نحكي عنها، إذا أنا براسي بدي يكون جسمي حلو وحطيت هيدي الشغلة ورحت على الجيم جمعة كاملة، ما رح لاقي إنه جسمي صار حلو، ولكن إذا أنا بقول هيدي الجمعة عن جد بدي أكون عم بنزل على الجيم مزبوط، أو بدي أعمل هالقد ورك أوت أو هدول الموفز اللي بدي أعملهم بالجيم، وتوصل آخر الجمعة وعملتهم بنبسط بحالي وبكون فخور وبتتجدد الإنرجي والدوبامين تبعي تكمل توصل للحلم الرئيسي. ما فينا نحن دغري بين ليلة وضحاها نوصل للحلم الكبير، ولكن تنشتغل تنوصل له بدنا نقسم وبدنا نقطع فيهم شغلة شغلة، ونخفف كمان قعدات على السوشيال ميديا بشكل كتير كبير. هيدا أهم شغلة، أول شيء عمنا وقتنا، والمقارنة بحد ذاتها هي اللي عم بتدمرنا. يعني مجرد أنا عم شوف هيدي الصورة المثالية لصبايا كتير، هن ثلاث أرباعهم مروتشين رتوش وصور وفلتر وهيك، عم بحط هيدي الفكرة براسي، والصبايا والشباب حتى يعني عم بحطوا هيدي الفكرة براسي انه انا بكره بدي اوصل هيك. انا اذا ما رحت على يعني بعد جمعه ما لقيت وصلت لهيدا الجسم الايديال بالجيم مثل ما الصور اللي عم شوفها بالمايند سيت تبعي، هون عم بتفوت الدنيا كلها ببعضها، عم صير ما حدا بقى راضي عن حاله. فخلينا ما نقارن، يكون كنترولي، خلينا ما نقارن، وخاصه على السوشيال ميديا، لانه هيدي احدى اكبر الاشياء اللي بتخلف
اشياء نفسيه واشياء مشاكل بين الشخص وبين حاله وثقته بنفسه، فما نقارن على السوشيال ميديا، اذا في شغله عم نحس خليها تعطينا موتيفيشن تنوصل نحن لنفس الشيء اللي عم بيعمله الشخص الثاني، ولكن ما نقول يي لك هيدي الشغله وهيدي الشغله، السوشيال ميديا بالنهايه صور او فيديوهات، ما عم نعرف عن جد شو عم بيصير بحياه كل شخص، فخلينا نحن ننتبه على حياتنا على حالنا، نركز اهدافنا ونقسم كمان التاسكات اللي بدنا تنوصل لهم لها. يتابعونا بس بتاج ان، نحن بدنا نقول لهم كل شيء عن السوشيال ميديا بطريقه مهضومه. اليوم في تاج ان فيديوهات هيك مهضومه مرقوا فايرل على السوشيال ميديا، اكيد نحن بنحب هيك على طول نشارك المشاهدين فيهم وننقل لهم هيدي الصور بطريقه هيك طريفه وسريعه. واكيد يعني تاج ان من الفقرات اللي بتوصل للمشاهد اشياء، اذا هو ما عم بيتابع او هو منه كثير على السوشيال ميديا بيقدر هيك يلقط اشياء يقدر يتحدث فيها كمان. ومعنا اكيد من الفقرات الثابته نهار الثلاثاء مارينا كيروز فقره فاشن، رح يكون مع رومي بدر كمان فاشن ديزاينر تيحكوا اكثر عن اخر صيحات الموضه. صح، وخاصه نحن يعني هلا كم يوم بيفصلونا عن راس السنه، الطايات كثير دارج شفتوا عند الشباب صراحه. صح، وبتحس انه اوقات بنبقى تاركين حالنا لاخر لحظه ما عارفين شو بدنا نلبس، وهون بتخبص براسنا انه يلا ما بقى عنا وقت وهيك لست بلان يعني. مارينا بتعطينا التبس. وعلى سيره راس السنه كنا هيك بجولة على المحلات، يعني وين واحد بده يسهر وخاصة اللي عنده مغتربين وجايين من برا، بتحس انه انت مسؤول منهم انه لازم تظهرهم وتاخذهم وتسهرهم. المحلات كلها مفولة بلبنان، ما بعرف كيف، بس الحلو انه كله مفول، كله مستعد، اذا هيدا بدل على الشيء بدل انه المغتربين اجوا كلهم على لبنان على بالهم يعيدوا ويسهروا مع اهلهم هيدي السنة، هيدا الشيء بكبر القلب وبيبسطك وبيعمل حركة اقتصادية بالبلد، نحن بقى مسأل الحاجة لها. للأسف يعني كل الأزمات اللي عم تقطع، بس المغتربين يمكن هلا عم بيكونوا أكثر شيء معلقين بوطنهم وعم بيكونوا عم بيساعدوا، يعني نحن كلنا بنعرف لبنان ما كان كمل لولا المغتربين، وخاصة هلا تعلقهم زيادة وحبهم لأرضهم وحبهم لوطنهم ولأهلهم عم بيخليهم كمان يكونوا عم بيدعموا زيادة، فهذا تحية كتير كبيرة لكل المغتربين. إن شاء الله بنشوفكم كلكم إن شاء الله بلبنان يا رب. مش بس موسم الأعياد ولكن كل المواسم، وقد ما بتقدروا تجوا تعالوا، ونحن عنا المواسم بلبنان مكفي يعني، هلأ بنخلص الأعياد ونفوت على موسم التزلج، يعني أول تلج شفناها مبارح كمان بتاجئين، رح نمرق صور كتير عن هيدا الموضوع. بيستيت التلج بلشوا عم بيتحضروا لافتتاح الموسم، يعني بتعرف هيدا السيزن اللي هو رائع بلبنان، لو انا ما كثير بحب البرد والثلج. شفتيني لابس ابيض احتفالا بالثلج هالويك اند، هالويك اند بهالكم يوم اللي قطعوا اكيد ثلج، والبيستيت ثلج والمناطق، والابيض دائما هيك ريفرشنج بدايه جديده بيقولوا، الابيض هيك بيعطي امل كمان، فان شاء الله تكون هيدي الثلج هيك هيدا الموسم يكون خير على الجميع اكيد. ولا نكفي هيك بمواضيعنا لليوم، بيكون ضيفنا الفنان التشكيلي علي شمس الدين، والموضوع اللي نحكي عن معرض عنوان خارج المكان والزمان. ومهرجان المسرح الصحراوي بإمارة الشارقة بالإمارات العربية اختتم من كم يوم، ولكن رح يكون معنا حسام محي الدين اللي هو ناقد المسرح حتى يخبرنا عن هذا الموضوع أكثر. وبينضم لنا مارك أسمر لنحكي عن حفل بيروت ست الدنيا الوطني الخيري بنسخته الثانية. وأكيد مثل ما ذكرنا الفقرات الثابتة تاج إن وفاشن، فخليكم معنا كرمال كل التفاصيل، ومن الفقرات الثابتة أكيد جيلي رمال وهوليستيك موفمنت. مرحبا، معكم جولي رمال. أنا بعرف كتير ناس بتحب، يعني they always ask me all the time كيف عم تعمل تمرين لإجرين. هلأ كل مرة ناس عم فكر يلا دايركتلي نحن بدي وزن وعم تعمل سكواتس واللنجز، ما لازم تعمل هيك ضروري، يعني نحن فينا نسد العضلات مع حركة طبيعية. كيف؟ basic exercises. يوم أنا بدي أفرجيكم كيف عم شد الإجرين، كتير منيح الإكسرسايزز، كمان كيف بتنفس بالحركات. Let's start مع basic squats. البيسك سكواتس كيف عم تعمل سكوات؟ ايدين تكونوا هون، نحن بدنا ننزل لتحت هون وهون. هلا شو الكومن ايرورز؟ يعني شو الايرورز؟ يعني في شيء مش مزبوط بالحركات. اول شيء في ناس عم تعمل سكواتس رقبه بتكون لجوا هيك، هيدا غلط، هيدا غلط. اذا عم تعمل سكواتس بتكون كثير كثير بريشر هون على الميز، لازم اجرين بتكون فاتين
ونحن بدنا ننزل لتحت هون بس عم تطلع لفوق شد الماضي ونرجع هون. اوكي هيدا التكنيك مزبوط. سو اول شيء نحن عندك الالاينمنت رقبه بتكون هون على في شيب. We can sit down and we come up naturally. Again, slide your hands. إذا ما بتعرف الالاينمنت ونرجع هون. هل يركز هون بعد 8 لتحت بتنفس هون. يلا inhale لتحت exhale لفوق. 5 4 3 2 اخر وحده خليها هون. keep your elbows relaxed. نحن بتكون مرتاح هون. fold your hands هون. small pulses. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 نرجع هون مع نفس دايركتلي. اذا نحن عملت هيدا الحركات مزبوط بتكون مثل نار هون الكوادز. هيدا بلا وزن. imagine اذا نحن عندك وزن شو بتصير هون. هلا هني اشتغل كمان اللانجز. اذا نحن عندك لانجز اجر يمين بتكون شوي لورا هون. الالاينمنت ضروري بس عم ننزل هيدا رقبه بتكون aligned with your heel. يعني مش كثير لقدام مش كثير لورا. النص النص. ثاني اجر بتكون مش هيك بتكون هيلز لفوق بس عم ننزل لتحت. عم شد العضلات هون. عم شد لفيس لجوا شولدرز لورا وعم تطلع لفوق لتحت مع كنترول. 10 مرات يلا ليتس جو. انهيل اكسهيل 3 4 5 6 يلا 7 8 9 وال10 نرجع هون. وي غانا ستارت ليتل بلسز 10 مرات 2 3 4 5 6 كفي هون ال10. دونت ستوب. يو غانا بوش يور بودي فورورد اند باك شوي لقدام لورا لقدام لورا لقدام لورا 10 مرات. سو بس عملت 10 مرات هون شو صار؟ انا عم زيد الوزن هون على الاجر بتصير واو عملت مور ويت تريننج للليجز هون. هل يكفى على الثاني اجر هون زيتي سيستم؟ اجر يمين لقدام اجر شمال لورا لانه عند فول لاين هون. عم ننزل لتحت انهيل اكسهيل شد الماضي منيح لجوا 2 ليتس جو نمبر 3 4 5 6 don't stop يلا كفي 7 number 8 number 9 10 ننزل هون. you're gonna add some pulses. ليش نحن عم نعمل pulses؟ عم نعمل اكثر resistance هون لاجرين بس هلا صرت 10 بتنفس. you're gonna push your weight forward and back لقدام لورا لقدام لورا. a great way to train your quads. so بس خلصت هيدا مرتاح شوي لقدلات خليني كفي هون على السايد لانجز. سايد لانجز كيف عم تعمل سايد لانجز؟ اجرين بتكون فتين الكومن اريا. في ناس عم تعمل سايد لانجز هيك هيدا غلط. هيدا اجر بتكون لقدام رقبه بتكون لقدام between your toes هون. find your alignment. هد ايد شمال هون دايركتلي لفوق وترجع. again عم ننزل لتحت واحد لفوق. اوكي إذا الالاينمنت مزبوط التكنيك مزبوط لكن ما في انجريز هون. هل يكفي بعد 4 بعد 3 لتحت بعد 2 يلا اخر وحده نحن عم ننزل لتحت هون. fold your hands together small pulses 10 make sure there is a touch هون. 4 3 2 1 نرجع هون دايركتلي على الثاني اجر. fix your alignment اجر يمين لقدام نرجع ايد يمين هون ستوب ونرجع هون. ليتس جو 10 2 لفوق 3 نفس 4 5 اوكي. وهيدا حركات نحن عم نشتغل اروات سلولي سلولي مش سرعه. ما بدي كارديو هون عم تعمل ريزيستنس تريننج. يلا بعد 3 2 اوكي اخر وحده ننزل لتحت. fold your hands little pulses 10 pulses هون يلا جو 5 4 3 2 1 بس خلصت هون اكيد مرتاح لعدلات. so كيف عرفت اذا التكنيك مزبوط ولا؟ يعني مهم بعد 3 reps directly بتحس العدلات. you must feel it. if you don't feel it في شيء غلط على التكنيك. اوكي let's start from the beginning. بس نحن بنعمل بس 5. انا بدي افرجيكم كيف عم تعمل تمرين بالبيت او وين ما كان بالجيم ما بيأثر وين by yourself. let's go. we go down full alignment everything is okay كل شيء منيح. يلا عم نرجع لفوق inhale لتحت exhale لفوق
ثلاثة أربعة الخمسة خليهم هون fold your hands small taps elbows touching 5 4 3 2 1 نرجع لفوق position 2 إجدين بتكون فاتين عم ننزل down touch ونرجع هون let's go 2 أنا بس بدي أعمل خمسة على اليمين وخمسة على الشمال يلا ثلاثة 2 اوكي اهر راب نحن بتكون هون and small pulses tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change your hand ايد يمين ننزل لتحت لفوق خمسة let's go 2 نفس ثلاثة أربعة الخمسة you're gonna tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and third position كتير مهم اسمه grand plie technique كمان نحن بعرف technique يعني نحن عم ننزل لتحت بس هيدا غلط لازم ننزل أكتر لتحت كيف عرفت إذا هيدا صح ولا لا أول شيء نحن عندك 90 degree angle يعني هيدا is okay مش كتير perfect نحن بدنا ننزل directly في 90 degree angle هون open your shoulders open your chest لفوق both arms or here flat ونرجع في هيدا شوي صعب هني بلاش بس خمسة يوم لتحت 1 and up اوكي هيدا كتير ركز هون على inner thighs 2 لفوق بعد 3 لتحت لفوق بعد 2 لتحت لفوق اخر وحدة خليها هون pulses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and done So, نحن شو درست يوم؟ درست كثير اشياء اول شيء لاجرين، نحن درست التكنيك، الفورم، النفس، وكيف عم اشتغل العضلات بلا وزن، وين ما كان بالبارك، بالباركينج لوت، بالبيت، بالجيم، ما بيأثر. Remember, use your alignment of your hand, your elbow, your shoulder to direct you as your own coach in your sport training program. بس خلصت الحركات نحن فينا نعمل 2 sets فينا نعمل 3 sets and أكيد لازم تعمل try stretching open your legs pulsing هون ال hip flexors بتنفس هون 10 مرات بعدين change sides تاني مير 10 pulses okay. بس خلصت هون grab something stretch your quad well and breathe بعدين change sides تاني إجر زيتي سيستم أكيد بس خلصت سبورت لازم تشرب ماي eat good food protein Positive thinking, مهم to keep your mind positive and open. Let's finish my ثلاثة arm circles. بتنفس, inhale. بعد مرتين. آخر واحدة. Excellent. وأكيد منشوفكم next time on Telelimo. See you.